وبركاته. بسم الله، الحمد لله، الحمد لله الذي جعل السلام تحية الإسلام، والصلاة والسلام على من أنزل عليه خير الكلام وعلى آله وصحبه الذين هم للدين أعلام. أما بعد، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تمسك بسنتي عند فساد أمتي فله أجر مئة شهيد. أيها الأساتذة الكرام وطلاب العزة، يسرني ويسعدني أن أقوم أمامكم في هذه الحفلة المباركة. فأولا أحمد الله تبارك وتعالى الذي منحني هذه الفرصة النيرة. الحمد لله، الحمد لله على كل حال. إخواني في الله، إني أريد أن ألقي إليكم بعض الأفكار والآراء عن الموضوع المعين، مستقبل المسلمين في الهند. إن هذا موضوع مهم وقد يبحث في كل وقت وحين، وقد كثرت أحميته بين الناس، ولذا نبحث عن ذلك في تلك الآبنة. نحن مسلم الهند كما تعرفون في العصر المعاصر في أزمة كبيرة وعقبة عظيمة. أمامنا تحديات شتى وعين محدودات جسيمة. حتى الحكومة مركزية راهنة تحاول أن نزيل من وجه الهند الآثار المسلمة والتراثية وتواريخهم الأصيلة، بل يجاهدون لاستئصال الأمة المسلمة من هذه ترية أوطانهم وتاريخ القديم الهندي. إذا تصفحنا نرى وخدمات قدمه أقدمائنا المسلمون لبناء وطننا هذا وترقيتنا إلى أفق التترات. دخل المسلمون في هذه البلاد حين بدافع ديني مجرد من كل مصلحة ومنفعة، ليحملوا إلى أهلها رسالة الإسلام الرحيمة العادلة، وليخرج الناس من ضيق الدنيا إلى سعتها، وليضعوا عنهم أسرهم والأغلال التي كانت عليه، كما فعل أولئك الدعاة المخلصين الذين ارتقى في أحضانهم مئات ألوف من الأشقياء والمعذبين. إخواني في الله، وقعت العديد من الأعمال العنف ضد للمسلمين في الهند، وفي كثير من الأحيان كانت هذه الأعمال على شكل هجمات عنيفة على المسلمين. قبل الأغواء الهندوسي، وذلك في إطار العنف الطائفي بين المجتمعات الهندوسية والمسلمة، وقتل كثير من المسلمين في قتال مع الهندوسي حتى إلى الآن. إخواني في الله، هناك أسباب عديدة هذه الأعمال العنف من المسلمين ضد المسلمين. يعتقد أن الجذور تمكن في التاريخ الهندي منها النسب الفتو الإسلامي للهند خلال العصور الوسطي والسياسية التي وضعتها المستعمرون البراتيون في البلاد. أيها الإخوة، ماذا حال النساء المسلم في الهند؟
ماذا حال النساء في كيرلا في ولاية كيرلا التي تنفذ حكومات متعددة على خلاف نساء المسلمين ومن أبرزها السي المدرسي للبنين والبنات في مدرسة الحكومية في ولاية كيرلا لأن الأفكار اللادينية والزنديقية في أذهان الفتيان والفتيات كرمز للتطور والترقية فزعموا أن المرأة ملتهدة في جميل أذهان في جميل أذهان فوالذين تكلموا لتمثيل المتساوي بين المرأة والرجل في جميع مجلات التعليمية والعملية والسياسية الحقيقة أنهم ما كانوا مدركين لخطورة ادعاءاتهم الباطلة أيها الإخوة يجب علينا أن يتمسك سنة النبي صلى الله عليه وسلم في كل وقت وحين وكل هدب وصوب من الدنيا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تمسك بسنتي دفزاد أمتي فلو أجر مئة شهيد أختتم كلامي مع سرور وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.